اكبر مشكله قابلتكم من ساعه ما وقع كوبري الصندل. الصندل دي بقى له يمكن 50 60 سنه واصبح متهالك، وهنا بربطنا بالمقابر ما منا ومن عشان نروح المقابر بترب حوالي 3 كيلو، زائد في 3 قرى هنا كفر خضر وكفر جبل كفر مسعود برضه ربطنا بيهم، فادى عملناش فاصبحوا مصدق. فروحنا لكل وزاره الري وافقين لنا على كوبري 3 متر حديد تركيب، خد بال حضرتك، ولسه الموضوع في حد دلوقتي، فمش عارفين يعني كده عملنا مشكله كبيره. صندل ده صندل بقى له اكتر من 50 سنه، انحط كذا مره في الملاحه اللي بعدينا عن المقابر، بندفنوا الميتين عليه ولينا اراضينا، الاراضي بتاعتنا كلها ورا الجدر، بنعدوا من الملاحه، الصندل صد وداب وعالجناه كذا مره وطلعناه كذا مره وعالجناه وصلحناه وحطناه وغرق تاني. الباب لما باظ احنا لمينا 13000 جنيه من الفلاحين وعملنا الباب وصلحنا الصندل ده اكتر من 60 مره. هو كان باظ من قيمه حوالي 5 سنين، وبجهود الذاتيه الناس كلها لمت، بقوا ينادوا في الجوامع اللي يدفع 10 و20 و30 جنيه، واللي عنده حته ارض يدفع زياده شويه، واللي عنده مثلا مزرعه مواشي بيدفع شويه، والناس لمت وعملناه على حسابنا زي ما حضرتك شايفه، عملنا له سور وعملنا له شويه خرسانه، بس جه اسمه ما فيش صيانه اصلا، هو مش عارفين احنا تبع ده تبع مين، لا تبع الري ولا تبع الزراعه ولا تبع السكه الحديد، ما احناش عارفين هو تبع مين اصلا. الجهود الذاتيه دي ما حققتش اي حاجه يعني. كوبري حضرتك، كوبري حضرتك مصروف عليه اكتر من 80000 جنيه، لسه ما فيش 3 شهور وغرق تاني، لان الميه اصلا الميه هنا طبعا الملاحه ما بتطهرش بقى لها فتره، الارضيه بتاعتها عاليه، طبعا الكوبري ده الصندل ده الميه بتنزل شويه بينزل على الارضيه عملت تاكل فيه من تحت، الارضيه بتاعته كلها بايظه من تحت. طبعا احنا جينا في يوم وليله، اول يوم لقيناها نزل شويه، ثاني يوم لقيناها الصبح لقيناها نزل الارضيه خالص. الكلام ده كله حصل في يومين؟ في يومين بالظبط. وطبعا انت عارف حضرتك المقابر هنا هيت القريه كلها موجوده هنا، والكتله السكنيه موجوده هنا، يعني الكتله السكنيه في ظهرنا دلوقتي والمقابر اهيت، وطبعا مشكله جامده عشان الواحد يتوفى من المنطقه لازم نلف لفه من على الكوبري الثاني حوالي 3 كيلو او اكتر عشان نرجع للمقابر هنا. واثر على الزراعه ازاي؟ كتير طبعا، الاراضي الزراعيه كلها في الجنب الثاني، مفيش زراعه في ورانا كده، الزراعات كلها طبعا الفلاحين، احنا فلاحين عندنا عربيات كار لا مؤاخذه، وعندنا مواشي بتعدي من عليه بدل ما بنلفوا مسافه 3 4 كيلو لا مؤاخذه، انا معايا عربيتي محمله لا مؤاخذه السباخ بتاع الفلاحين بوديه الارض، فبدل ما بلف ب 3 كيلو هي دي التعديه بتاعتي اللي بتوديها على ارضي وعلى المقابر. اهم شيء مقابر شبرا النمله بنشيله الميت ما بنقدرش نشيلوه، المسافه الطويله اللي احنا بنودوها فيها دي، المقابر بعيده بعد ما الصندل انهلك عايزين كوبري عشان ندفنوا الميتين ومرتاحين مرتاحين. عملنا طلب للمحافظ والمحافظ مضى عليه ووداه لكل وزاره الري، كل ده مش هيمشي. انا بطالب السيد الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي بعمل كوبري القريه شبرا النمله لتعديه المقابر والاراضي الزراعيه.